السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الأخبار بتكونوا بخير؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باشمهندس، بالنسبة للخوازيق، ايه علاقة الخازوق بالأعدة المسلحة؟ بص يا هندسة، الخازوق ده بيكون عندك منه نوعين، في خازوق اسمه احتكاك، وده بيعتمد على الاحتكاك ما بين جسم الخازوق والتربة في الاستابيليتي بتاعته، وفي خازوق تاني اسمه خازوق الارتكاز، وده لازم بيوصل لتربة معينة صلاحة للارتكاز عشان يرتكز عليها. علاقة الخازوق ايه بقى بالقاعدة المسلحة؟ علاقته ان بيبقى في اختراق للخازوق في القاعدة المسلحة. عادة بيكون اختراق الخازوق في القاعدة المسلحة 10 سنتي. احنا زي ما اتفقنا بنعمل فيديوهات قصيرة دقيقة او دقيقتين، بنقول في كل فيديو معلومة بس. طبعا ان شاء الله لما هنيجي نمسك مثلا موضوع زي الخوازيق نتكلم عليه كامل، هندعمه بصور وهنشرح فيه كل حاجة من A to Z. لما نيجي نمسك مثلا القواعد هنمسكها من أولها لآخرها، بس احنا بنحاول بس ايه ننشط الناس بحيث ان اللي معاه باقة يقدر يتفرج على الفيديو واللي معاه واي فاي يقدر يتفرج على الفيديو. لكن ان شاء الله بعد ما نخلص السلسلة اللي هي معلومات صغيرة دي هنبدأ نركز على حاجة حاجة وهننزل لها شرح بالتفصيل. بس يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك وتشاروا الفيديوهات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد بننزله، لأن طول ما احنا شايفين دعم، طول ما احنا شايفين ناس بتتفرج على الفيديوهات، طول ما احنا شايفين ناس مثلا بتقول المحتوى كويس، أو مثلا بتدي اقتراحات إن احنا نطور في المحتوى، أو بتدي آراء، الحاجات دي هتفيدنا وهتفيد القناة وهتطور الموضوع. لكن طول مثلا من الناس بتتفرج ولا في حد بيعمل لايك مثلا، او ما فيش حد بيعمل كومنت، او ما فيش حد بيقول رأيه، فاحنا هنفضل مكملين كده زي ما احنا. لكن لما واحد يجي يقترح اقتراح يطور في الموضوع هتفرق طبعا مع الكل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.